صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردن وعلى تلفزيون نورسات وتلفزيون تيلي لومير. بنصبح عليكم أنا وأبونا جورج شرايحة، وبنتمنى لكم نهار مبارك وصوم مقبول بمناسبة بدء زمن الصوم الأربعيني حسب الطقس الأرثوذكسي. وبنرجع ومن عيد إنه نحن في الأردن بنصوم سوا أرثوذكس وكاثوليك بنفس الوقت، فمعتمدين على الصوم الأربعيني على الرزنامة الأرثوذكسية وعيد الميلاد على الرزنامة الغربية، فنحن موحدين هون موعد الصوم. اللي بيسأل وبيقول لك ليه كل واحد بصوم على كيفه، فإحنا توحدنا بالأردن، ونتمنى إنه الجميع أيضا في بلادهم يجدوا التوحيد بطريقتهم اللي بتناسب المؤمنين وبتناسب الرعاية، وأهم إشي بالنهاية المؤمن المسيحي إنه يلتقي مع ربنا ويكون بحالة النعمة بغض النظر. طبعا مثل ما عم نحكي إنه حلقتنا اليوم راح تكون عن الصوم، وراح يكون معنا اتصالات مع أبونا فرح حجازين أول اتصال، وأبونا أثناسيوس قاقي يشن الروم الأرثوذكس، ومعنا طبعا من الكنيسة الكاثوليكية أبونا جورج الشرايحة. فصباحكم نور، ومثل العادة منبلش بالصلاة وبعدين منيجي على أخبارنا خلال هذا الأسبوع اللي صادفنا فيه نورسات. فتفضل أبونا. صباحكم نور أعزائي المشاهدين، نبلش بنعمة الصلاة. الله يتقبل صوم الجميع. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. آمين. اللهم أيها الإله السرمدي، تقبل صومنا وصلاتنا التي نرفعها إليك من أجل صيانة نفوسنا وأجسادنا، تتقدم منك في هذا الصباح شاكرين نعمك، نسبحك ونقدسك أيها الثالوث القدوس. ارحمنا واشفي أسقامنا وابعد عنا كل وباء وكل وجع وكل شدة على وجه المسكونة كلها. أعد السلام، أشرق نور وجهك يا الله، فتعود الخليقة لبهائها الأول، فقد خلقت كل شيء حسن. نسبحك ونمجدك كل حين من الآن وإلى الأبد، آمين. آمين يا أبونا، آمين. وآمين لجميع المستمعين اللي بدأوا الصوم الآن واللي على الطقس الغربي ببقية الدول اللي بتتبع الرزنامة الغربية، اللي صاموا الآن تقريبا صار لهم أكثر من 3 أسابيع عم مدة بيصوموا. منيحة، نعم، بدهم يعيدوا بس. بلش بده يعيدوا. طبعا احنا ذكرنا اختلاف مواعيد الصوم حسب الرزنامة اليولياني والجروجيري وحسب الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية والفرق بين الرزنامتين، فطبعا هذا موضوع جدلي بضله او لكن متفق عليه من بعض الكنائس، فمش المهم مواعيد الصوم، مهم كيف نصوم. فاليوم نحن رح نتحدث عن هذا الموضوع، انه كيف نصوم، او الصوم صون للنفس وحصن للجسد، يعني هون للجسد، هون بيلخص معنى الصوم المطلوب. بالضبط. هلا قبل ما ندخل بموضوع الصوم رح نحكي عن برامجنا اللي هذا الاسبوع ذكرناها، خاصة في برنامج الأردن في اسبوع. طبعا برنامج كنيستي اللي بيلقي الضوء على بعض الكنائس تاريخيا، فمنحب دائما انكم تحضروا هذا البرنامج لانه فعلا بيحكي تراث وكنوز موجودة في الأردن من خلال الكنائس اللي صار لها مئات السنين. طبعا في زي ما بقولوا متابعة لزيارة قداس البابا إلى العراق، فقمنا بعمل مقابلة خاصة مع سيدنا المطران ويليام الشوملي، فستنشر قريبا على شاشة النورسات، تحدثنا فيها عن أبعاد الزيارة وتأثيرها على العراق، فتابعوها وكونوا معنا فيها. نحن طبعا رح ننشر متى موعد المقابلة على النورسات، وأيضا سندرجها وننشرها على اليوتيوب وصفحتنا على نورسات الأردن. طبعا نحن لازلنا في جائحة كورونا والأعداد تزيد،
يعني حاليا الأعداد تزيد وأعداد فائقة. امبارح مثلا عم نعد بحدود 9000، فوق 9000، وعندنا حالات وفيات 82 حالة وفاة. طبعا نحن مرينا الأسبوع الماضي يوم السبت بوضع محزن للأردن جميعا من خلال أحداث مستشفى السلط اللي انقطع عنه الأكسجين على أشخاص مرضى، ولأنه كثرة الحالات فالمستشفيات ما عم بتلحق. لكن هذا طبعا كان إصداؤه على الأردن بشكل كتير قاسي، خاصة اللي الأشخاص اللي استشهدوا أو الشهداء اللي قضوا حياتهم بالمستشفى، تقريبا 9 هن أشخاص. فالله يرحمهم، نطلب لهم الرحمة يا رب والعزاء لأهلهم. لكن طبعا جلالة الملك عبد الله، الله يطول بعمره، لم يتوانى ولم يسكت على هذا الضيم وهذا الظلم اللي حصل في هذا المستشفى. فتمت بالنهاية إقالة وزير الصحة ومدير المستشفى ومحاسبة كل المسؤولين عن هذا الموضوع. فلم تسكت الحكومة ولم تسكت لم يسكت جلالة الملك، تدخل شخصيا ونزل على السلط وعلى الميدان وعزى الناس. وحتى إذا بتلاحظوا من خلال كتابات بعض الكتاب اللي غضب جلالة الملك اللي ظهر على شاشات التلفزيون، اللي كان يحكي بشكل كان غضبان وكان معصب يعني، فمن هذا الألم. فإحنا الله لا يدوي أهل حدا. نحن بنعرف إنه بكل البلاد العالم عم بتعاني من جائحة كورونا، فالحل الوحيد هو بالتطعيم. ونحن الحمد لله هون التطعيم مجاني لكورونا، وهلا بلشوا يعني تقريبا اكثر من قد ايش صرنا يعني بلش التطعيم. نحن من اول ما بلش لحد الان اتطعموا ابونا. صدقي ما عندي فكرة بالضبط، بس يعني مش أقل من شهر يعني نعم، بلشوا لا بالسبعين، سن هلا السبعين كملوا والستين، وهلا الكل. هلا الكل هلا بلشوا بالاعمار اللي مواليد من 1979، 1979 بلشوا بالأعمار طبعا، وبالستينات والخمسينات والأربعينات. نعم، لكن للأسف مو الكل مسجل للمطاعم. فهلا مع الأعداد الكبيرة عم بيزيدوا اللي على المنصة يسجلوا. فالحمد لله صار في وعي أكتر بموضوع وأهمية المطعوم فيروس لفيروس كورونا. فبنتمنى السلامة للجميع، والجميع يلجأوا للمطعوم. وأنا بضلني للي بيسألونا إنه نتطعم وخايفين ومش خايفين، إنه مضار التطعيم بضل أقل، يعني لا يقارن، أقل جدا من مضار الإصابة بالفيروس لا سمح الله. يعني إذا بتنصاب بالفيروس، المضار اللي إصابتك بالفيروس أكتر كتير من المضار اللي بيحكوا عنها عن المطعوم. فنحن ماخدين الريسك إن كان بالمطعوم وأخده، لسه ضل الريسك أقل من إنه ما نطعم بالمرة. طبعا فهذا دايما اللي بجاوب الناس الخايفة، لأنه مهما قلت لهم التقارير الطبية، دكاترة، مختبرات برا، مختبرات كذا، ما بيصدقوا. أي واحد بالشارع بقول له أوبك تاخذ المطعوم كذا، بخافوا ببطل. طب مين هو اللي طلب منك ما تاخذش المطعوم؟ يعني ليش وثقت فيه وتراجعت عن أخذ المطعوم؟ لأنه في واحد بالشارع شفته وقال لك ما تاخذ المطعوم، خطيتك برقبتي، ما تاخذ المطعوم. مثل امبارح حادثة، واحدة بتخبرني انه وصلنا لا المكان بدهم يطعمونا فيه، وفتح على ايده الشخص اللي بده يطعم. واحدة حكت له اوعك تاخذ المطعوم، اوعك هذا بيعمل لك تجلطات وبيعمل لك كذا وهيك وهاد، وسحب حاله وروح. وكل التقارير اللي بتحكي الطبية والجامعات والمختبرات واطباء يعني بنعرفهم واصدقائنا، والكل اخذ المطعوم. بتصدق انت شخص عابر غريب يقول لك انه ما تاخده، وما بتصدق رأي العلماء والأطباء فأنا بحكي مش رح أقول لك إنه هذا صح ولا هذا صح. أنا بقول لك الريسك أو المخاطرة اللي بتاخدها من المطعوم أقل جدا من أخذك، من عدم أخذك للمطعوم أو إصابتك في كورونا لا سمح الله. وأنتوا عم بتشوفوا الإصابات، و75 اليوم بالمية عم بيقولوا نسبة الإشغال
في المستشفيات في الأردن 75% مستشفياتنا ملآن الآن بالحالات بالإصابات، 75% نسبة الإشغال، وهلا عم بيفتحوا مستشفيات ميدانية كرمال الأشخاص اللي بنصابوا. الحمد لله وضع بالأردن الصحي مزبوط، إنه صابته مثل ما يقولوا رجة أو شكة، لكن عم يتعافى الآن الوضع الصحي، و المستشفيات هلا الميدانية اللي عم تنشأ وتبنى رح تغطي إن شاء الله عدد الإصابات. فكونوا حكماء، يعني استعملوا المنطق وكونوا حكماء. هذا باختصار بدي أحكيه عن موضوع كورونا والتطعيم. طبعا إذا بتلاحظوا في رسم على أساس إنه نورسات الأردن كمان عم بتشارك، كونها نورسات في الأردن بتشارك الألم الأردني. فإذا من أجل اسمك يا رب تحييني بعدلك تخرج من الضيق نفسي، اللي هو خارطة الأردن وعليها الكمامة. للي بيسأل إنه ليش حطينا خارطة الأردن وعليها الكمامة، لأنه الأشخاص اللي الشهداء في مستشفى السلط كان عن انقطاع الأكسجين عنهم. طبعا القداديس نحن لأنه منع الصلاة باليوم السبت والأحد، ففي قداديس هلا عم ننقلها مباشرة على صفحتنا نورسات، وأيضا سننقلها يوم الجمعة كمان على التلفزيون، وإن شاء الله قريبا سيكون لنا حديث مع إدارة نورسات لنقل القداديس مباشرة على التلفزيون. فقريبا بتشوفوا إعلانات، يعني ستروا إعلانات عن القداديس، وأيضا على النورسات صفحتنا على الأردن للي بيحب يتابع القداديس ويحضرها. وللأسف يعني بنشوف كنايسنا خاصة في هذه الأزمنة اللي تحضير للصوم خالية من المؤمنين، لكن الوضع يتطلب فينا أنه نشعر مع بعض ونكون وحدة واحدة مع بعض للقضاء على الفيروس، وسوف ننتصر عليه في النهاية، سوف ننتصر عليه إن شاء الله. طبعا المقالات التي قيلت والتي نشرت عن موضوع فيروس كورونا وأيضا عن مستشفى السلط موجودة على صفحتنا، وأخبارنا الكنسية. طبعا بعض الإدانات اللي منشاهدها على صفحتنا هي إدانات على اللي صار بمستشفى السلط، وأيضا إدانات على حالة الفوضى والشغب اللي عم تطلع فيها الناس أيضا عشان تعبر عن غضبها واستياءها من الموضوع اللي صار بمستشفى السلط. فهاي بالنسبة لأخبارنا خلال هذا الأسبوع. للي بحب يتابع أكثر وتفاصيل أكثر طبعا بيتابع على صفحتنا على نورسات الأردن، وأيضا على الفضائية نورسات، اللي منحييهم ومنطلب دائما البركة والحماية، وربنا ياخد بيدهم دائما لنشر نور المسيح وكلمته. وأيضا اللي هو منعتبره الفضائية نورسات هي الفضائية اللي بالشرق اللي بتحكي وبانعكاس وصدى لصوت المسيحي في الشرق، المسيح المتألم أيضا في الشرق، المسيح المؤمن في الشرق، فعم تنشر لكل أنحاء العالم. فرسالة نورسات رسالة عظيمة، فعلا رسالة عظيمة، وعلينا جدا إحنا كلنا أنه ندعمها ونساندها ونكون معها. فما رح نحكي كيف طريقة المساندة والمساعدة، لكن هي مسؤولية كل إنسان مسيحي بيشاهد نورسات أنه يساعد هاي الفضائية أيضا اللي كمان عم بتعاني من خلال الانفجارات اللي صارت السنة الماضية، وأيضا من خلال الأزمة الاقتصادية اللي عم بتعيشها لبنان. فبرضو نورسات وضعها المالي والاقتصادي أيضا متضعضع، لكن رحمة ربنا كبيرة والروح القدس اللي بيحرك الفضائية من خلال الأشخاص المؤمنين اللي بيتعاملوا معاها واللي بيشتغلوا لها، أكيد ربنا رح ينظر إلهم وينظر لطلباتهم وما رح يفشلهم أبدا. فأبونا نحكي عن الصوم الآن. على موضوعنا نبلش في أسئلة كتيرة بتراود الناس، بتقول لك ليش أصوم؟ المسيح صام عني بكفي. ليش أبونا إذا أنا بدي أدخل بالروحانيات ليش ألتهي بماذا نأكل وماذا نشرب؟ وأيضا أسئلة بتقول لك ليش ما كل واحد بيصوم بوقت اللي بيريحه؟ ليش كنا لازم نصوم بوقت واحد اللي هو الزمان 40 مثلا؟ وفي بعض الأسئلة اللي كمان بتسألها الناس إنه
إذا المسيح فدانا وخلصنا، ليش نزل حالنا بالصوم؟ فخلص انتهت موضوع الصيام بمجيء السيد المسيح وموته وصلبه على الصليب. فهي كل الأسئلة عم بتراود الناس عن موضوع الصيام، خاصة احنا هلا بالزمن الصوم الحاضر. فماذا تقول بموضوع الصيام؟ بداية نحكي لهم كل عام وهم بخير، وإن شاء الله صوم مجيد مبارك، ونستقبل فيه عيد الفصح، وما زالت آلامنا وأوجاعنا بنقدمها على صليب يسوع المسيح مع آلام يسوع المسيح. بداية دكتورة، بحب أنا أنطلق من حديثي على سؤالين: كيف ولماذا؟ لماذا نصوم؟ وكيف نصوم على أرض الواقع؟ شو البروتوكولات الكنسية؟ وليش الكنيسة اللاتين بيسمحوا بأكل هذا والكنيسة ما بتسمح الأرثوذكسية بأكل السمك إلا بيومين؟ وهي الأسئلة بتهم الناس، وخصوصا الملتزمين، إنهم كل سنة متعودين من طفولتهم هم بيصوموا بطريقة معينة. بيجيهم حدا من العيلة بيتجوز، وبتيجي بنت حماهم، وحدة تقول إيه أنتوا كيف بتصوموا هيك؟ لا مسموح الواحد يأكل سمك كل صيام، لا مش مسموح. فبيحكوا معنا تليفونات، بصيروا يسألونا مسموح ولا مش مسموح. فحابين اليوم نعرج على كل هذه النواحي، وإن شاء الله نستطيع الإجابة على أسئلة المشاهدين. أولا، لماذا نصوم؟ هل نصوم لله أم لنفسي أم لأخوي الإنسان؟ لا أبونا شو هالحكي، أكيد لله بنصوم. لا مش بس لله بنصوم، في ثلاثة أبعاد. لماذا أصوم؟ أول إشي بصوم عشان نفسي أنا أستطيع هاي الممانعة، المنع، الامتناع عن تناول طعام بعينه. هذا الامتناع هو في حقيقة ذاته هو مقاومة من جسم الإنسان تجاه كل ما هو عادي وكل ما هو مستصاغ بشكل روتيني، لأنه إذا صام مش راح يموت. نعم، ما في واحد بصوم بيموت لأنه صايم. امتنع عن الأكل. نعم، حتى الصوم بمعنى كلمة صوم، لأنه الناس ما بتميز اليوم بين كلمة الصوم وبين القطاع. نعم، كل الناس بتفكر حالها بتصوم، هي ما بتصوم، هي عاملة إيش؟ قطاع عن منتجات الحيوانات. نعم، That's it. الصوم هو لا مية ولا أكل، وتحدد الشريعة اليهودية بطريقة، كما اليوم تحدد الشريعة الإسلامية اللي هو من الشروق لما الشمس تغيب. نعم، قديش كانت الساعة مش مشكلة، المهم الشمس تغيب. كان لذلك أبونا بالضبط في آية بتقول من ولا تراني الشمس أكول، يعني بالضبط هي هاي يعني تخيل إنه أنا بس باكل لما بتعتم الدنيا بالضبط عشان هاي الشمس لما بتكون مشرقة، ولا تراني الشمس أكول، ضل كتير بالضبط بيكرروها. هذا اللي بدنا نحكيه. ولكن يسوع المسيح حكى: ما جئت لانقض الناموس بل لاتممه. نعم، اعطى كل المفاهيم، ومن بينها واهمها الصوم، نعم، مفهوم جديد. ولما حكى لهم هذا الروح لا يخرج الا بالصوم والصلاة، اكد انه الصوم مش بس باوقات معينة تحددها الكنيسة اللي هي قبل الاعياد الكبرى، كعيد الفصح، كعيد الميلاد، كعيد الرسل، وكعيد العذراء. هاي الكنيسة الشرقية البيزنطية تحدد 4 أنواع من من الصوم. الصوم، ولكن لا يمنع ذلك أن نصوم على النوايا. الصوم على النوايا يسوع أجازه، وفي مراجع بتثبته. عندي ابن توجيهي بده يقدم علامات، بصوم عشان هالنية، عندي طلب معين عند ربنا، عندي خوف وهذا ما معين. موجود بالعهد القديم، يعني بالضبط صوم عن النوايا، بالضبط يعني مثل صوم نينوى وصوم أشعياء وصوم موسى وصوم، طبعا يعني في كتير مشاهد وشواهد في الكتاب المقدس اللي هو الصوم عن النوايا. نعم. إذا لماذا نصوم؟ أولا عشان الممانعة هاي، أنا أعمل هالكنترول، التحكم بنفسي، أصير قبل ما، خصوصا القطاع، نعم، القطاع أصعب من الصوم. مهم. الصوم خلص، خصوصا بتحددوا لكنيستنا يعني من 12 ل 12، من 12 بالليل ل 12 الظهر يعني، نعم، وأصلا نصهم نايم أنا بكون، بس نعم، يعني من 12 ل 6 الصبح نايم، بصفي للظهر يعني، مش هالشغل الصعب يعني. نعم، أما القطاعة فهي إني حدا ضيفني شغلة بدي أطلع عليها مكونات، مش يعني شغلة مش سهلة للواحد. تعتبر هذه الممانعة هي بصلب مقاومة الخطيئة، مو شغلة الصوم وأكل. هي الفكرة أعمق من هيك، اللي بلخصها ب3 كلمات سليمان الحكيم. نعم، سليمان الحكيم بحكي آخر إشي لما ابتعد عن الحكمة وصار يمشي طريق البطال زي ما بيحكوا،
بيحكي ما اشتهت عيناي إلا وأكلته. نعم وهنا ربنا بيقول لقد كان داود كله معي أما سليمان فتركني. إذا الشهوة إنه ما يخلي شيء ممنوع، هذا الانفلات وليس الحرية. وحضرتك امبارح كنت بتصفح بنور سات في مقالة لك بهذا الموضوع عن الحرية والتمييز ما بين هاي المصطلحين، ما بين الانفلات وما بين الحرية. بفكر الناس إن الحرية أعمل اللي بدي إياه، وهي في الآخر إني أقدر إني ما أعمل، إني ما أعمل الحرية اللي بدي إياه. إذا مفهوم الصوم بصوم لأجل نفسي، لأجل تهذيب ذاتي والحصول على هذه الممانعة والمقاومة من خلال الامتناع، بتصير تخليني أحكي نعم ولا. دائما بحكي دكتورة لما سيدتنا والدة الإله مريم العذراء حكت للملاك نعم، نعم هي في الحقيقة قالت نعم واحدة، إلا أنها قالت مئات اللاءات. لما بدك تحكي نعم لربنا بدك تحكي لا لا لأشياء كثير أنت مش شايفتها غلط، بس هي بتشكك. مثلا يعني مثلا أبونا مو صايم، أوف شو هالكارثة، هي نازلين يا بابا وماما انتم صرتوا كبار وبتصوموا، وما هذا اي انا امبارح شفت الابونا قاعد باكل لحمه وشفته بمطعم بعيوني. فصفت هاي المساس انه اذا كانت اللحمه يحكي القديس بولس بتكلم القديس بولس اذا كانت اللحمه تشكك اخي فلن اكل اللحمه. لما كانوا فقراء ناس معترين يجي واحد وثني يذبح الذبيحه على المحرقه ويوزعها عليهم، يقول لهم القديس بطرس ما تاكلوا، شو بتاكلوا هاي، عارفين مين مذبوحه، هي عنية الوثن. فالقديس بولس جاوب قال لهم اذا كانت اللحمه بتشكك اخوي الضعيف فبلاش اكلها، يعني وكانك ان بليتم فاستتروا. يعني اذا انت كمان ما تشكك، اذا انت شايف صيامك بطريقه مختلفه، بتصوم عن الشوكولا، بتصوم عن الشيبس، بتصوم عن الدخان، بتصوم عن المشروب خلال الفتره هاي، كمان هذا نوع من انواع الصوم الذاتي. الكنيسه وضعت قانون هلا بنتحدث عنه بتفاصيله ومكتوب واضح ونزلناه على صفحة النورسات تفاصيل الصوم الشرقي والغربي. نعم. كيف مفهوم الكنيسة الغربية اليوم للصوم وكيف مفهوم الكنيسة الشرقية اللي كاتبيته ومجهزيته. نعم. إذن البعد الأول هو أصوم لأجل ذاتي والتحكم في شهواتي وفي طعامي وفي حاجاتي البيولوجية، لأنه هاي ركيزة حاجة بيولوجية. أنا بصوم ما الفائدة أن تصوم عن اللحم وتأكل لحمة أخيك بالنميمة والحسد والكلام البطال واستغياب الناس، هذا كله ما بينفعني. أنا أصوم بدي أصوم عن هاي وعن هاي، ما بزبط أني أصوم عن وحدة. لذلك بده يرافق الصوم الصلاة. يسوع لما قال هذا الروح لا يخرج إلا بالصوم ما حط نقطة والصلاة، بينما لما يتحدث يسوع في نقطة خطيرة فلسفية إذا صمتم، أداة شرط غير جازم. يعني يسوع ما بده بنقول من الوصايا العشرة صوموا وإلا بتروح إلى نار جهنم حيث صرف الأسنان الويل لكم أيها الفريسيون، ما حكى عن الصوم هيك. يسوع لطفها إذا صمتم، يعني وكأن يسوع اعتبر الصوم حاجة لوقت لمناسبة لعيد لنية، مش اني بصوم انا جعبالي اعمل دايت، مش بصوم انا مشان صحيا انا معي سكر وضغط بدي امتنع عن هاي الخصوصية. اذا البعد الاول دكتورتنا اللي هو ذاتي، انا اصوم عشان مقاومتي عشان ارادتي اقويها. نعم. البعد الثاني مشان اخوي الانسان، اذا انا بدي اصوم عن اللحمة الكيلو ب 12 دينار واشتري لحمة تونة ولا لحمة سلمون ب 20 دينار ما افرقت بصومي لاخوي الانسان. اللي بفرق لاخوي الانسان لما انا بحكي الصوم ببلش ب 15/3 ل 15/4 كنت مخصص 50 دينار للجاج و 100 دينار للحمة، هذول مصروف البيت، تفضلي يا ام بهجت هذول تبرعي فيهم لحدا محتاج فيهم. هيك صيامي أثر في أخوي الإنسان. إذا أنا صايم اليوم ما بأكل بيتزا أفطر الشباب بيتزا اللي معي بالشغل اللي أنا معاي. الإشي اللي أنت مو قادر تعمليه اعمليه للناس. هذا فحوى الصوم العميق. من هون بنشوف الشرائع الإسلامية واليهودية والهاد إنه لما أنت ما بدك تصوم بدك تفطر صايم حسابك بعد ما يخلص صيامه. التعويض هذا مبدأ في ناس مسيحيا ما بيقبلوا انه التعويض هو ربنا فاتح دفتر حسابات وبسجل، مش علشان ربنا انا بركز عشان يا ابونا هي اعمال الرحمه بتدخل، لانه الصوم من دون كمان اعمال الرحمه
هاي أعمال الرحمة بتدخل موضوع إنك تعويض أو نعم إنك تعطي غيرك مثلا ما وفرته خلال عدم أكلك لبعض المنتجات اللي أنت متعود عليها. فأعمال الرحمة مربوطة بالصوم، يعني نصوم من بالضبط دون أعمال رحمة بالضبط. مش صوم. أكيد البعد الثالث والأخير هو أصوم كي أبتعد عن كل ما يشغلني في حياتي والتقرب لله تعالى، وكأني بعمل عمل تضحية، عمل يختلف عن السائد والمعهود، لأتقرب وأخصص وقت خاص لربنا وهو الصوم، زي اللمبة الحمراء اللي عندك بالمكتب، مديرة المكتب تضويها انه عندها ناس ما بدهم حدا يفوت. الصوم لا هو اللمبة بلاش الحمراء. تصدقوا لا هلا هنا انه عندي لمبة حمراء. ما عنديش لمبة حمراء، اي بس مديرة برضه لاي نعم مديرة اللي عندهم. بالضبط، في ناس وممكن بحبوا على باب الاستوديو حطوا لمبة حمراء انه في في تسجيل عشان تسجيل ما ما حدش حداش من يدخل. ورا. بالضبط نعم نعم. هذا الصوم هو هاللمبة الحمراء اللي انا مشغول، ما بدي الأشياء اللي بحبها أعملها، المعتاد إني أعملها، بتقرب من الله، فأصبحت الأبعاد هي ثلاثية. مش بصوم أنا مشان ربنا يسجل لي كريدت، ولا بصوم عشان أبين للناس إني صايم، متى صمتم فلا تظهروا معبسين، بل ادهن رأسك بالزيت، تحطي مكياج، غسل، زبط غسل، حالك، ضبط حالك. ما تبين إنك جاي بدلش. اللهم نعم، إني زي أنا السنبل يعني المنحي حنية، وزي حكى شجرة النخيل انا صايم، ما حدا يحكي المسؤولة. معي، انا معصب اليوم، انا صايم انا صايم، بخبط بخبط، ما انت افطرت كل اللي عملته هذا وبعدك نعم صايم. يبقى السؤال الثاني، كيف نصوم؟ اذا بكل سهوله، في عندنا 3 انواع من الصوم بالعالم كلياته المسيحي. نعم الكنيسه الشرقيه بعده فروعها، سواء كانوا الملكيين الكاثوليك التابعين ما يجمعهم ببيزنطيا، او سواء الروم الارثوذكس او الارمن الارثوذكس او السريان الارثوذكس. نعم إذا العائلة الأرثوذكسية، وبفروعها الشرقية يعني في كنائس تتبع للفاتيكان قانونيا بعد تاريخ 1476 لما صارت تبعت الكنائس الملكية، وزي ما حكينا الكنائس الأرثوذكسية واضح 1 + 1 = 2 الصوم بالكنيسة الأرثوذكسية واضح. كل منتجات الحيوان، نطلع الحيوان بيجيب أجبان، بيجيب ألبان، بيجيب زبدة، بيجيب طب العسل، العسل، هلا الحشرة هاي حيوان ولا هي؟ لا لا دخلنا هون بالتفاصيل. نعم بتصير يعني هاي، يعني ما بدنا نكون زي يعني بس مثلا كان يوحنا المعمدان إذا بدنا نشوف مثلا إنه هالعسل كان ياكل الجراد والعسل، فالعسل والعسل يعني إذا كان مش صوم حيوان، هي مش حي. مش منتجات حيوان، بصير يأكل عسل. في هذا المتوفر، بس فتوى هو يعني، في كان ناس هذا إنسان الصوم ماخده كل بكل حياته ياكل جراد وعسل، مش انه هو كان يصوم فترة وياكل اشي تاني فترة، وكل حياته في ناس هيك كل بالضبط حياتهم صايمين. نباتيين مثلا. اذا بدي احكي، تجوز او تجيز الكنيسة الارثوذكسية اكل السمك فقط 2 يوم بالصوم الاربعيني، نعم اللي هن اليوم قديش بالشهر؟ 16 16 25 الشهر اللي جاي عيد بيكون عيد دار البشارة، البشارة، والاحد الذي يسبق عيد فصح الفصح اللي هو عيد احد الشعانين. الشعانين حسب التقويم. إلا أنه عيد الفصح هو، نحب نحكي للسادة المشاهدين، هو عيد متنقل وغير ثابت بالتاريخ كعيد الميلاد. نعم عيد الميلاد نقول 25/12، بنقول عيد الغطاس بهذا التاريخ، عيد يعني بشار حددته بالضبط الكنيسة بوقت معين، بالضبط. أما بيجي اثنين بالضبط ثلاثة سبت أحد يعني طيب، بيختلف، وليش بس أنه عيد عيد الفصح متحرك؟ ليش متحرك؟ متحرك. أنت جاوبتي بداية الحلقة وحكيتي حسب التقويم المعتمد، لأنه في 3 عناصر كانت تحدد نعم الفصح اللي هن أول قمري بدر بالضبط، نعم زي ما بحدد اليوم اخوتنا المسلمين الصوم رمضان الصوم. بالضبط من الهلال. كان يحدد عيد الفصح اليهودي بالبدر، نعم يعني بعد بين الاعتدال 3 و5، الربيعي اللي هو بين شهر 3 و5 حسب الاعتدال واكتمال البدر. نعم بالضبط، يعني بعد قمر 21 نعم 2 ثلاث 21 3 عفوا بعد الاعتدال الربيعي، هذا هو التحديد الأرثوذكسي يعني الشرقي، لانه الشرقي. الغربيين بيعتمدوا تقويم ثاني نعم بيختلف فيه. اذا الصوم الشرقي، خلينا نحكي بشكل عام، الشرقيين اللي غير منحدرين من جذور زي اللاتين مثلا، هم شرقيين بس منحدرين من روما، هم نعم كنيسة يعني كنيسة أصيلة في المجتمع، من حيث أنها أبنائها مش أجانب، يعني نعم الطائفة اللاتينية في الأردن مش أجانب، نعم هم ناس أصلاء من هذا من البلد، هذا الشرق فبنعتبرهم احنا العربي. بالنسبة لنا هم كنيسة شرقية، زي نعم تتبع إلى رأسها
بالفاتيكان، نعم كما الملكيين أيضا رؤسهم، كما السريان مثلا نعم الكاثوليك، كما الكلدان، كما كل هاي العائلات اللي كانت شرقية. موارنة كمان. نعم، وحافظ الفاتيكان على شرقيتها. رفض الفاتيكان في تلك الحقبة بالقرن الرابع عشر تقريبا، لما بلشت الكنائس تتقرب من الفاتيكان، رفض الفاتيكان إنها تلبس ثوب الفاتيكان وتشلح الثوب التقليدي الأصلي. نعم فحافظوا على هويتهم شرقية. الطقسية الشرقية، والقانونية أصبحت لا، الفاتيكان هو اللي بيختار المطران نعم بعد ما يرشحه السينودوس المقدس. إذا الكنيسة الشرقية بتصوم عن كل منتجات الحيوان، وهاليومين بفطروا فيهم سمك، باقي الأيام ممنوع لا سمك ولا طن ولا منتجاتهم. تمام. هلا الكنيسة بعد المجامع المسكونية، وخصوصا السينودوسات اللي بتقام، كل كنيسة بتقومها مرة بالسنة، نعم سمحوا للأسقف المحلي بتحديد، الروم الكاثوليك الملكيين سمحوا لكل أسقف محلي بتحديد كيفية الصوم. لغاية السنة الماضية كان التقويم الكنسي، أبونا حكمة حدادين، أو شمندريت حكمة حدادين، بنوجه له كل خير، كان يحط قانون الصوم، بحكي الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة صوم وقطاعة. شو يعني صوم وقطاعة؟ يعني من الساعة 12 بالليل ل 12 الظهر ولا مي ولا أكل ولا إشي، بعدين بنفطر بدون منتجات الحيوان، نعم بنفطر زيت وزعتر، بنفطر خبز، بنفطر اللي بدنا إياه من الأعشاب، وما بنتناول أي شيء من منتجات الحيوان. بعض الأساقفة سمحوا إنه الأحد يوم قيامة، بدل ما الأربعين يوم يوم فرح. السبعة نعم وأربعين بالضبط، يستطيع أن ياكل. يأكل بده إياه استراحة من الصوم، على أن تكمل مسيرة الصوم يوم الاثنين الذي يلي يوم نعم الأحد. إذا كيف نصوم؟ صارت واضحة في طريقتين. الطريقة الثالثة، ونحن بنقول عنها البروتستانتية أو الطريقة الكنائس اللي مع مارتن لوثر بعد الانقسام عن الكنيسة الكاثوليكية، اللي هو صوم النوايا. نعم يعني ما امتى ما بدك بتصوم، ما في انه قبل الاعياد بصوموا، بيحددوا نوايا وبيصلوا عليها. جميع انواع الصوم هي لربنا مقبوله، ولكن في تقليد لكل كنيسه، لذلك بتلقى اتصالات كثيره، يا ابونا كيف هذا الصوم بصير؟ انا بتذكر انه الصوم الماضي كنا ناكل سمك في صوم الميلاد، طب هذا ليش مو مسموح فيه السمك؟ وطب السمك هو حيوان، طب ما هو عايش بالمي. الاسئله هاي كلياتها. انا احترم خصوصيه كل كنيسه، لذلك بسأل السؤال، انتوا وين متجوزين؟ شو تكللتوا؟ شو عمدتوا ولادكم؟ احنا كنيسة اللاتين، هي اسقف اللاتين، اسمعوا التعليمات لكنيستكم، اسألوا كاهنكم دائما، لانه اللي بحكي لهم اياه خلاص هذا الصح. الصوم الشرقي جميع منتجات الحيوان ممنوع تاكلها. يا اخوي طب ما هم متجوزين الكنيسة اللاتينية، عندهم اسقف محدد لهم طريقة الصوم. هذول ناس الشمس ما بتطلع عندهم، ولا بشوفوا الشمس الا بالسنة شهر، عايشين بالمنطقة كذا ما لها دخل بالشمس. فدائما لكل حالة بحالتها. واحنا قديس بولس الشعار الرئيسي اللي احنا ماخذينه ونمشي فيه، كل شيء يحق لي ولكن ليس كل شيء ينفع، كل شيء يحق لي ولكن ليس كل شيء يبني. يعني مفهوم الخطية، احنا عندنا مش الحرام والحلال، حرام تأكل بالدنيا صيام، حرام تأكل لحم، يا أخي هذا ما أخذ علاج، هذا ما بتعرف شو الدنيا صوم، جيراننا مشاوي عندهم، إيه أبونا جورج بشوي قاعد الصيام، طب بشوي الأولاد صغار بأكله. يعني ما نكون دقيقين بشغلة إدانة الناس، وخصوصا بالصوم. إذا شفت واحد بالصوم قاعد بأكل جبني قدامي ولا بأكل، أصير أتحسس، إذا في عندي مشكلة بدي أدور. بعض الكنائس أبونا بتشدد على موضوع الصوم، لأنه برضو كمان انه بتعطي ناس راحتها بالصوم، كل اللي بدك اياه، المهم النوايا. اوكي اعمل للاولاد لحمه، مشاوي، قدام الناس الصايمين يعني بتشهونهم، اوكي الواحد ضبط النفس والى اخره. بس برضو كمان حلو انه نعلم اطفالنا الصغار انه هذا زمن صوم، لانه لما بيربوا على هاي التعليمات وهاي الحاله او هذا الزمن انه في صوم، يعني مفيش اكل لحمه للأطفال، فبربوا عليه لما بيكبروا بيتقبلوا موضوع الصوم. أنا ما بحكي على يعني على انتقاد لموضوع إنه في ناس بتاكل وناس ما بتاكل، لكن بعض الكنائس بتشدد. نعم وإحنا متفهمين لتشددها هذا ومن أي منطلق، لكن مثل ما أنت تفضلت، الصوم ضبط النفس عن الخطية، لأنه الصوم من دون ضبط نفس عن الخطية وعمل الشر ومن دون كمان اعمال الرحمه. فصومنا لا، لو انه انقطعنا دايت ال 40 50 يوم نعيد دايت هذا الفصح،
ما أكلت ولا شربت ومتبع الصوم بحذافيره وعلى أقصى هذا طاقاته، جم مو صوم. وما بعمل أعمال رحمة، ولساني فلتان، وقلبي غير مصان، فهذا بقول صوم مو باطل. لا، كل واشرب ولحمة وجاج واللي بدك إياه، لكن صون لسانك. إذا أنت مش قادر، للي مش قادر يصوم كمان، أنا بقول إذا الإنسان ما عنده ضبط نفس للأكل، كيف بده يضبط لسانه وكيف بده يضبط الفكر؟ يعني هدول بحكي للأشخاص اللي بقولك ما بقدر أصوم، فأنت مش قادر تضبط معدتك، فكيف بدك تضبط لسانك وكيف بدك تضبط؟ ويسوع تنوه هذا الموضوع وحكى نعم ليس كل ما يدخل فم الإنسان ينجسه، بل نعم الذي يخرج من فم الإنسان الكلام البطال الحسد الكذا الكذا، يعني الأكل نعم الأكل والشرب اللي احنا بالرأى بنشغل حالنا نزل له فيه. الأكل، قال له اليهود بيستخدموا الساق تحت القدم الحافر للحيوان، إذا له خف ممنوع يأكله، إذا له مفروض هيك القاعدة الشرعية اللي مكتوبة عندنا بالعهد القديم، فإيش هي اللي تأكله؟ فقدموا للقديس بطرس بتطلع بالصحبة فشاف فيهن أشياء، قال له ما هي حاشا أنا معقول بدي أكل من الأكل، ما قال نعم اللي هي ليس كل ما يدخل فم نعم الإنسان نعم اللي بخرج من فم الإنسان. بحكاها يسوع بطريقة يعني بيولوجية، نعم قال لأن الذي بيدخل فم الإنسان سوف يخرج، نعم نعم مش نعم هذا نعم بس ما اللي كل ما بس يدخل الكلمة اللي الإنسان بتطلع ينجس الإنسان على الكلمة كل ما ما بتخرج، يخرج، ما بتخرج هي الكلمة، التي تنجس نعم الكلمة اللي الإنسان. بتطلع زي السيف اللي بتسيء ما بترجع تنسحب، ما أكيد بترجع تتصلح، مية لما بالمية أسيء لما أحكي كلام قاسي لما أحكي كلام بذيء أجرح أخوي أحط على جانب هو بالنسبة له معتم مؤلم موجع وأحط نعم. أصبعي وأغزه أو وجعه مؤلمة جدا. هلا احنا الشباب عم يحضروا لاتصال مع ابونا فرح حجازين لنحكي عن الصوم من الناحية الروحانية واللاهوتية، وكيف بيعطينا الصوم تهذيب للنفس. فشباب الكنترول روم تحضروا لنا تليفون واتصال لابونا فرح حجازين رجاء، فعبين ما يجهزوا الاتصال نحن بنحيي كل الأشخاص الموجودين وعم بيتابعونا على صفحتنا نورسات الأردن بالبث المباشر، ومنصبح عليهم ونقول صباحكم نور لجميع الأصدقاء، سامر قنصل وهيلدا بدرة سويدان وبطرس أبونا بطرس جنحو ونهى وكيلة، صباحكم نور، كل عام وانتم بخير، صوما مباركا ومقبولا مقبولا لنظلي نحاس وحنا صليبة صغيب وإيفون حتر أم فادي صباحك نور، وميرا مالك ومي أنجول، ممكن هدول أشخاص كمان عندنا بدول برا عم بيتابعونا كمان من دول غربية، من أمريكا ومن أوروبا ومن السويد، مجدولين ناصر أيضا على المباشر، فمنصبح عليكم كلكم منقولكم صباحكم نور، وكل الأشخاص اللي ما ذكرنا أسميهم يعني كان بوسعنا أنه بودنا كمان أنه نحكيهم واحد واحد وفردا فردا، فأنتوا بقلوبنا وصلواتنا وصومنا مقدم لبعض، منصلي لبعض ومنطلب لبعض، ونوايانا إن شاء الله بتكون كمان نوايا صالحة للبشرية ونوايا عامة لربنا يحمينا وينجينا من هالفيروس، كمان نحط هاي النوايا كلياتها، نوايا الألم اللي فقد أشخاص عزيزين عليه خلال هذه الفترة، وأيضا نوايانا الكنسية والمحلية لأطفالنا ولعائلاتنا، وما ننسى الأشخاص المضطهدين في دول اللي بتعاني الحروب والألم. هلا معنا اتصال من أبونا فرح حجازيين للحديث أكثر عن موضوع الصوم. صباحك نور أبونا فرح. سامعكم بس مش صوت مش عالي. على كل حال تفضل أبونا، من طيب الحديث عن الصوم الوقت كان وصون اتفاق مع الجسد. أبونا أنه أحكي لكم عن بداية الصوم الأربعين عند الكنيسة الغربية برتبة الرماد، نعم نشرح هاي رتبة الرماد متى بلشت وشو نعم معناها غدا هي وأبعادها رتبة وما هو الرماد، المعنى الروحي لهذه الرتبة، نعم فهذا راح يكون موضوع حديثي. نعم فببدأ بقول على أنه يبدأ الصوم بأربعاء الرماد عند اللاتين ويوم الاثنين عند الشرقيين، نعم ففي هذا اليوم الأول من الصيام يبارك الكاهن الرماد ويرسمه على جباه المؤمنين
بشكل صليب وهو يقول: اذكر يا انسان انك تراب والى التراب تعود، او توبوا وامنوا بالانجيل، او بعباره اخرى تشبه ذلك. ما هو الرماد؟ الرماد ماخوذ مبدئيا من اغصان الزيتون المباركه في احد الشعانين السنه السابقه التي يحرقها الكاهن ويحفظ رمادها الى مدخل الصوم. يوضع الرماد على الهيكل في اناء، ثم ينضح الكاهن الرماد بالماء المبارك، ثم يضع منه على رؤوس المؤمنين الذين يدنون اليه وهو يقول: اذكر يا انسان انك تراب والى التراب تعود. بعد ان يصلي على الرماد قائلا: ايها الاله الذي لا يرغب في موت الخطأ بل في توبتهم، فعطف وبارك هذا الرماد، وقد نوينا ذره على رؤوسنا لنقبل على أعمال التوة والكفارة في هذا الزمن الأربعيني فننال غفران خطايانا. تاريخ استعمال الرماد: ابتدأ الكنيسة استعمال رفة الرماد في بداية الصوم منذ القرون الأولى. كان الخطأ في اليوم الأول من الصوم يحضرون إلى الكنيسة، حيث يجتمع المؤمنون فيستمع الكهنة إلى اعترافاتهم بخطاياهم، ثم يدر الكاهن الرماد على رؤوسهم ويصلون سوية 7 مزامير التوبة، ثم يغادر الخطأ الكنيسة ولا يعودون إليها إلى يوم خميس الأسرار لكي ينالوا المغفرة علنا. وكان المؤمنون يتأثرون من هذه الرتبة، وهذا ما دفعهم هم أيضا من باب المحبة والتقوى أن يشاركوا التائبين في هذه الرتبة، فكانوا يأتون لكي يضعوا الرماد على رؤوسهم بالاشتراك مع الخطأ التائبين. ومع الأيام أخذ المؤمنون جميعا يتهافتون إلى وضع الرماد على رؤوسهم عند بداية الصوم، وقد ساهم الرهبان الفرنسيسكان في نشر رتبة الرماد والحفاظ عليها في الكنيسة، فانتشرت هذه العبادة على يدهم في الغرب، ثم انتشرت على يد المرسلين منهم في الشرق، ولم يستعملها الشرقيون الذين لم يقبلوا بشارتهم. المعنى الروحي للرماد: الرماد يرمز إلى الضعف البشري، الرماد يرمز إلى موت الإنسان، اذكر يا إنسان أنك تراب وإلى التراب تعود. الرماد يرمز أيضا إلى التواضع والتوبة والتكفير. نقرأ في الكتاب المقدس باستمرار هذه العبارة: لقد تابوا ولبسوا المسوح وقعدوا على الرماد. والسيد المسيح أيضا يذكر ويقول: الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو كانت المعجزات التي جرت في كوما جرت في صور وصيدا لتاب أهلها من زمن بعيد ولبسوا المسوح وقعدوا على الرماد. كان اليهود في العهد القديم في الأوقات الصعبة في الحزن والكوارث، كان اليهود يفعلون 3 أمور: كانوا يمزقون ثيابهم، كانوا يلبسون المسح أو الكيس الخشن، كانوا يغطون رؤوسهم بالرماد. ولقد حافظت الكنيسة على رتبة الرماد في مطلع زمن الصوم لكي تذكر المؤمنين بأن التوبة ضرورية للخلاص، وبأن زمن الصوم هو زمن الصلاة وتوبة وتكفير. كيف نستعد لقبول رتبة الرماد وبداية الصوم؟ في بداية الصوم يجب أن نقبل رتبة الرماد على جباهنا بعاطفة التواضع والندامة، متذكرين بأننا سنموت عاجلا أم آجلا، وبالتالي يجب علينا تمضية زمن الصوم بروح التوبة الحقيقية والإماتات التي تفرضها علينا الكنيسة. 3 أشياء لابد أن نخصصها لله في صومنا إن أردنا أن نقدس الصوم لله: أن نخصص القلب والفكر والإرادة لله. أولا القلب: يجب أن لا يكون صومنا انشغال بالأكل والشرب، إنما امتناعنا عن الأكل من أجل ضبط النفس لكي تمتنع النفس عن كل ما يغضب الله. إذ ماذا يفيد أن يخرج الإنسان من الصوم وقد فقد كذا كيلو من وزنه دون أن يفقد بعض رذائله ودون أن تنمو محبة الله فيه؟ ثانيا أن نخصص فكرنا لله. ينادي الكاهن في أثناء القداس لنرفع قلوبنا إلى العلا، أو بمعنى ثاني: أين هي عقولكم؟ فيجيب الشعب: إنها عند الرب. فأين هي عقولنا أثناء الصوم؟ هل نستطيع أن نقول هي عند الرب؟ أليس الصوم مخصص لله؟ فإذا كان الله ليس على فكرك فلست صائما. اليوم الذي لا تفكر بالله اشطبه من أيام صومك.
ثالثا أن نخصص إرادتنا لله. عندما حاول بطرس أن يقف في طريق المسيح في إتمام مشيئة الآب أن يخلص العالم عن طريق الآلام، قال يسوع لبطرس: سر خلفي يا شيطان. كذلك الصوم يقوم بالخضوع لأمر الله، لأن نقوم بما يرضينا أو يرضي الناس بل بما يرضي الله. يقوم الصوم بأن نعمل إرادة الله، لأن يعمل الله بإرادتنا لأننا له الصائمون. فلنسأل أنفسنا في هذا الصوم: ما الذي أخذه الله من صومك؟ وما الذي أخذته أنت من الله؟ فإذا ماذا أعطيت لله في صومك؟ وماذا أعطاك الله؟ أنهي كلمتي ببعض الأقوال عن الصوم: صم لأنك خاطئ، وصم لألا تخطأ. من الخطأ الديني أن يكون وجهك لله وظهرك للجياع. الصوم له جناحان: الصلاة والرحمة. لا يستطيع أن يطير ويحلق بدون جناحين. وأخيرا، إن الدموع التي نذرفها على خطايانا أثمن من كل جواهر العالم. وشكرا للإصغاء. شكرا لك يا أبونا، شكرا لك. ونتمنى يا ربي موسم صوم مبارك للجميع، وصلواتك يا أبونا خلال هذه فترة الصوم إنها تذكرنا بصلاتك وتذكرنا في هذا الزمن المبارك. نتمنى لك يا رب الصحة والتقدم، كل عام وانتم بخير. منحييك أبونا. صباحك نور، يعطيك ألف عافية أبونا، شكرا لإجازتك. أيضا بألف خير وسلام. تسلم يا أبونا. تسلم تسلم يا أبونا. حبيت فقرة إنه تفقد كم كيلو ولا تفقد خطايا نفسك اللي أنت متعود عليها. وجميل ما تحدث به عن الأربعاء الرماد. في ناس كتير يا أبونا عم بيقولوا إحنا نتمثل بالصوم مثل صوم السيد المسيح، صام 40 يوم لا أكل ولا شرب. ففي كتير ناس بتقول لك طب مين اللي حدد شو ناكل ونشرب؟ إنه مثلا الكنيسة. لازم يكون نباتي إلى آخره. من أين جاءت الكنيسة بهذا التعليم؟ بالزبط. يعني هل في مرجعيات الكتاب المقدس؟ طبعا في مرجعيات. أكيد ما فيش. أول أنا بحكي دائما إنه أول وصية ربنا طلبها من الإنسان هي الصوم. لما آدم وحواء قال له كلكم من كل هاي الشجر وإلا شجرة معنى الخير والشر ما تاكلوش منها، منعهم عن أكل. فالصوم يعني هي بعتبرها إن هي أول وصية طلبها ربنا من آدم وحواء، إنهم يمتنعوا عن أكل هذه الشجرة، بغض النظر عن رمزية هذا المثل اللي بيحكوا إنه منع أكل ثمار هذه الشجرة. نحن لأنه هذه ثمار الشجرة كانت تمثل الخطيئة، وكانت تمثل الكبرياء، وكانت تمثل الامتناع عن الانصياع لكلام ربنا. يعني آدم لما سمع صوت، أو حواء سمعت صوت الحية، وآدم سمع صوت وطلب حواء، فهذه كانت خطية آدم وحواء الأولى، إنه ما قدروا إنه يمتنعوا عن الأكل فوقعوا في الخطيئة. فبعتبر إنه هذا أول. كان الناس بالعهد القديم أبونا ما يعرفوا أكل اللحوم إلا من وقت نوح، فكانت البشرية تأكل أكل نباتي. من وقت الطوفان فقط عرفوا أكل اللحوم لما صار الطوفان الكبير، وبلشت الناس تعرف إنه تأكل اللحوم. فكانت الناس نباتيين، عشان هيك كانوا يعيشوا فترات طويلة وسنوات عديدة، فعرفوا أكل اللحوم. العهد القديم اللي هو العهد اليهودي والوثني، وبعدين جاء العهد جاءوا اليهود، كانوا الوثنيين يأكلوا ويشربوا ويسكروا ويقوموا بعدين يعملوا الفحشاء والهذا. فكان مربوط الأكل والشرب بالشراهة، وحتى يأكلوا اللحوم نية يعني بدمائها. فمربوط الأكل والشراهة بالأكل والشرب مربوط دائما بعمل الرذيلة، هي شهوة كلها. يعمل الرذيلة، فيربط الأكل والشرب بالشراهة. عشان هيك بالعهد اليهودي لما قال إنه أكلوا وشربوا ثم قاموا ولعبوا، يعني بعد ما أكلوا وشربوا ثم قاموا لعبوا، يعني قاموا يلعبوا إنه يعملوا الرذيلة والفحشاء. فربط الأكل والشرب بالشراهة، وكثرة الأكل بطل الإنسان يستوعب أو يفكر،
بمنطق، فبيفقد حاله خاصة بالشرب. فموضوع الأكل والشرب بالشراهة إنه يضبط الإنسان أكله وشربه بالقليل، اللي إحنا مش عايشين عشان بس للأكل، نعم الأكل صح. عشان نخلينا نعيش، لأنه إحنا مش مثل الكائنات الأخرى الحيوانات اللي عايشة بس تاكل. ففي فرق طبعا بهذا المفهوم. فالأكل والشرب والرذيلة والخطيئة والشراهة في الأكل مربوط كان من العهد القديم، وإجا كمان الناس يعني كانت تقوم على الصوم. مثلا أهل نينوى لما صاموا 40 يوما من دون ما حدا يطلب منهم، صاموا لأنه قال إنه بعد 40 يوما، النبي يونان لما قال إنه 40 يوما ستنقلب المدينة، فصاموا وصلوا وقبل ربنا صلاتهم وصومهم ونجاهم. قبلها كان صوم يونان الإجباري، هذا لما كان في بطن الحوت ثلاث بالضبط أيام، يعني ما كان في مجال إنه إلا يصلي، فقط 3 أيام صوم وصلاة وقبله بالأخير نجا المدينة. فأشعياء مثلا ب 58 لما قالوا إحنا صمنا 40 يوم وأنت ما قبلتش صلاتنا يا رب، طلبت منا نصوب 40 يوم صمنا وما قبلت صلاتنا، قال ما راح أقبلها لأنه أنتوا صمتوا مش زي ما بدي أنا، انتوا صمتوا عن الاكل لكن ما صمتوا عن الخطيئه، كنتوا تسيئوا لبعض، تهينوا بعض، تكذبوا، تذبحوا بعض، فمش هذا هو الصوم. فكان مربوط الصوم بالرحمه، انه حتى ربنا ما بيقبل الصوم من دون رحمه، اعمال الرحمه. فالموضوع الصوم وموضوع كيف ناكل ونشرب اخذت الكنيسه من العهد القديم على الاكل النباتي، وكيف الانسان كان يترفع لما كان ياكل بس فقط نباتيات وما ياكل بالضبط نعم حيوان، نعم يعني منتجات الحيوانية. فأخذت من هون قالت أنه خلينا على النبات القليل، وكانوا يصوموا ما يشوفوا من الشمس. أنت حكيت أنه نعم في بلاد الشمس ما بشوف الشمس فيها 24 ساعة أحيانا، أكثر من يعني 12 ساعة، فتغير أسلوب الصوم. نعم كانت الناس تصوم للساعة 5 أو 6 اللي عند المغيب، بعدين حددوها للساعة 3 اللي هو وقت موت السيد المسيح، بعدين عملوها للساعة 12 عشان الناس تقدر تصوم لأنه بدها تشتغل، أو بدها تقوم بأعمال ممكن تكون تخفيف أعمال على الناس تخفيف تخفيف عن الناس. نعم فموضوع الصوم من العهد القديم موجود نعم واستمرارية. الأعمال الرسل موجود كتير فيها إنه الرسل صاموا، ونحن عم نكمل عمل الرسل في الصيام. يعني الرسل ما انقطع الصوم عن انتهاء أعمال الرسل وخلص، إنه ربنا ويسوع المسيح بموته وقيامته خلصنا من موضوع الصوم لأنه هو صام عنا. لا، الرسل كملوا بعد قيامة السيد المسيح موضوع الصوم فصاموا، فإحنا بنكمل أعمال الرسل أيضا لأنه بالضبط إحنا رسل، بنكمل موضوع الصوم. للي بيحكي مثلا إنه صام عنا يسوع المسيح، ليش هو كان عايش بالخطيئة عشان يصوم؟ الإنسان الخاطئ هو الذي يصوم، أو عنده نوايا مثلا صوم النوايا، لكن السيد المسيح كانت نيته أن يصوم عنا، يعلمنا كيف نصوم. طبعا هو صومه ما بنقدرش إحنا نتبع صومه لأنه 40 يوم لا يأكل ولا يشرب، طبعا هو إله جزء منه، فكان عايش على الأرض يعني كإله يقدر على ما لا يستطيع الإنسان يقوم فيه. فالصوم مش للي بيحكي إنه ربنا لما فدانا خلانا انه خلص هو صام عنا وانتهى موضوع الصيام، برجع لا عاد هو هذه صلى عنه وبنتهي موضوع الصلاة هو فاحنا بنقول انه ما صلى كيف لاجلنا، هو ما احتاج للصيام لإله، طبعا ما صام لإله، انه صام لإلنا ويعلمنا عشان نكون هي قدوة. فيها موضوعين دكتور، هذا موضوع صوم يسوع بالذات حوار أو نزاع أو نقاش ما بين الإنسان والشيطان، نعم هو بالصوم يعني كانت نتغلب على بداية الشيطان تعليمه هو وبشارته. بالضبط، نعم فحاول إبليس أن يستخدم أطهر وأقدس ما هو موجود في حياة المؤمن اللي هو كلمة ربنا لإسقاطه بالخطيئة. فتخيلي شو خبثني، نعم يعني مكتوب، يعني إبليس يقرأ الكتاب نعم حافظ وهو ملاك ساقط، ما هو يعني أكتر واحد بيعرف الله، بيعرف بالضبط. يعني ف ماذا يريد الله في من ناس كثير الإنسان. في ناس كثير بيقولوا ابونا انتم الملتزمين كثير، والناس المؤمنين اللي دائما بالكنائس انه انتم اكثر ناس بترتكبوا الخطايا، وانتم اكثر ناس المصلين اللي ما بتشهدوا بتطفشونا وبروح. بقول لهم ابليس كان يعرف الله
ولكن ما كان يمجد الله، رفض نعم يمجد الله. نعم ما بكفي انهم هذول بيجوا بيصلوا بنيجي وانه بنعرف الله وحافظ القداس ابونا عن غيب وبتناول وبتاهل، بدك من كمان انك تكون بتمجد الله زي ما تفضلتي. هالصوم بده يكون في له اعمال. بالاكل دكتور دائما المقوله بيحكوها، هل يعيش الانسان كي ياكل او ياكل الانسان كي يعيش؟ الانسان ياكل كي يعيش وليس العكس. نعم مش عايش عشان ياكل يعني. بالضبط. نعم. مش هي الاساسيه، ياكل هي بس عشان يعيش. تمشي نعم. في غايه وفي في في وسيله، انا وهي وسيله مشان اضل على قيد الحياه، بس مش نعم. هي غايتي. نعم. عاش ادم وحواء في بيت ربنا في كنفه، في لما بنحكي جنه عدن. نعم. كان الله موجود معهم، كانوا يشوفوه قبل ما ياكلوا من الشجره اللي منعهم صومهم عنها، لانه متى ما اكلوها وكانها طلب استقلال عن نعم. الله. نعم طلب استقلال، فبدكم تستقلوا يلا اطلعوا كلوا واشربوا زي ما بدكم، انا مأمن لكم كل شيء هنا. فقال لهم ابليس مش كل شيء مأمن لكم، في نعم. شغله واحده ناقصتكم، هي هاي بتصيروا انتم خايف انكم تصيروا مثله. نعم. وكانهم عملوا بانقلاب، ادم وحواء عملوا بانقلاب فاشل على ربنا تيستلموا السلطه، فانكحشوا انطردوا لبرا يعتمدوا على نفسهم. كان زي ما تفضلتي كان في تصالح مع الحيوانات. نعم. فلم يتقدم الإنسان من إيذاء أي من هذه الكائنات الحية، ولكن شفنا إحنا كيف لما صلى الخلق بفكرة الخلق ربنا أعطانا السلطان على أكل الحيوانات. نعم. وعلى سلطنا سلطة الاعتدال، سلطة الرحمة، سلطة الحكمة. يعني من أيام الشرائع حمورابي ومن أيام قبل الديانات اليهودية في القوانين القديمة حتى عند الفراعنة دكتورة، كانوا الزمن المقدس للحيوان ما يأذوه بفترة البيوض عند الطيور، بفترة نعم. الإخصاب عند الثدييات، أو مثلا اللي يعني بترضع ليش مثل طيب الحليب ليش نعم. بسبب أنه ما نقتل الطفل أو الكتكوت كان أو الطائر الصغير اللي ما بيعتمد على نفسه. نعم. طب أنت صدت بشهر 3 4 5 هاي الأشهر المحرمة اللي هي فيها البيوض بتفقس، فأنت بتكون قتلت 5 بيوض مع الأم. نعم. بدون ما تستفيد من يعني نعم. يقتل الإنسان الحيوان تعيش بغذائه بأكله بطعام. نعم. فهذه المصالحة بالصوم وكأننا نعود إلى زمن النعيم. نعم. زمن جنة عدن، زمن التعايش نعم. مع نعم. الله، هي عودة. شباب حضروا اتصال أبونا أثناسيوس، نحن أجلنا اتصاله حتى ينهي الصلاة لأنه عندهم صلاة الصبح. فشباب جاهز الاتصال؟ يلا. مظبوط أبونا، بالنسبة لموضوع الصوم يعني هو موضوع الإنسان بالنهاية في داخله هو بيعرف حاله إنه ما هو الصوم المناسب لإله. يعني في ناس بتقول لك أنا لو باكلش بشرب، يعني في ناس مثلا مشغولين 24 ساعة أو بالشغل. يعني أنا باجي قياسا على نفسي، لو أنا بقعد بالمكتب من الظهر أو من أول ما باجي من الصبح للساعة 5 ما باكل ما بطلب الاكل، ليش بنشغل؟ فهل بعتبر حالي اني انا صمت؟ لا، يعني ما بعتبر حالي انه صمت لانه مش هاي الغايه من الصوم. الصوم غايه اني كيف ارجع الى اصولي وجذوري الروحانيه، ادخل عمق نفسي واجد نفسي من خلال عيش السماوات، عيش الملكوت. لانك انت بالصوم لما بتحرم حالك بتصير تفكر بالروحانية أكثر بطريقة جدا واضحة أكثر. ما بدنا نتأخر على أبونا أثناسيوس قاقيش. صباحك نور أبونا. صباحك نور أبونا. صباح الورد. كيف حالك؟ كل سنة وأنتم سالمين. صوم مبارك يا رب. صوتكم واطي. بيكون يا أبونا يا من عندك لأنه صوتك واضح بالنسبة لإلي وسامعك منيح. تكون معكم صيام مبارك. الله يسعدك. هلأ أحسن؟ مش مشكلة، عمال إن شاء الله بقدر أسمعه إن شاء الله. أبونا ممكن لأنك بتسمعنا من وين؟ من التليفون أم من كمبيوتر؟ إن شاء الله صيام مبارك وكل سنة سالمين يا رب. الله يخليك. انت سالم. ابونا نحكي عن الصوم، معنى الصوم الروحاني، صوم الايام هاي الحاضره، صوم الانسان اللي عم حابب يعيشه، حابب يطبقه، يعرف حاله انه انا صمت مثل ما اراد الله لي ان اصوم. فما معنى الصوم في الكنيسه الارثوذكسيه؟ دكتور الله يعطيكم العافيه، وابونا الله يقويكم، ان شاء الله صيام مبارك يا رب للجميع.
شكرا إذا الله. بتعطوني هيك دقيقتين أحكي. نعم يعني أول تفضل. إشي مشكورين مشكورين كتير كتير، لأنه مزبوط هاي الفترة هي فترة الصوم اللي فيها الإنسان بيرجع لربنا. الله يعطيكم العافية على التعب اللي بتعملوه وعلى نشر الكلمة. شكرا الله. طبعا نور سات بنعرفها من زمان، اللي هي الرسول الثالث عشر اللي يا بترسل عيني الكلمة دايما كلام جميل، تسلم يا في أبونا. كل مكان. فالصيام في كثيرين عمالهم بيحكوا لنا شو هالصيام، وليش الكنيسه هي اللي حطت الصيام، والصيام مش ضروري، واللي بده من الله مصلحه بصوم، واللي ما بده شيء من الله بلاش، مش داع فيش داعي على الصيام. هلا اذا خلينا نرجع، ليش لما سقط ادم، سقط من خطيه واحده اللي هي عدم الصوم. ليش عدم الصوم؟ لانه النفس تنقسم لثلاثه، النفس البشريه تنقسم الى عندها ثلاث قوى، القوى العقليه والقوة الشهوانية والقوة الغائبية والقوة العقلية. فأضعف إشي بالإنسان هو القوة الغرائزية أو الشهوانية. فإجا الشيطان وحارب الإنسان من اللذة، عشان هيك بحكي لنا ورأت المرأة أن الثمرة لذيذة شهية للأكل، فأكلت منها وناولت زوجها، فكان السقوط. فالصوم بيجينا حتى سبب ومصدر الخطيئة اللي كان لآدم هو أن ننتصر عليه إحنا. عشان هيك كانت أول جهاد روحي للمسيح بعد المناولة هو الصوم، عشان هيك صام 40 يوم، حتى بنفس الخدعة اللي خدعت آدم اللي هو عدم الصوم، أن يأتي المسيح آدم الجديد وينتصر على الشيطان وعلى الحروب من خلال الصوم. نعم ليش لازم نصوم مثل ما بيحكوا؟ وإيش هو الصوم بمعنى؟ الصوم هو بمعنى هو النسك. شو معنى النسك؟ النسك هو أن أموت الخطيئة التي بداخلي، هاي المعنى الصوم، أن أقطع علاقتي مع علاقة الخطيئة لكي أرجع وأعود إلى الأحضان الأبوية بشركة إلهية. الصوم ليس هو بالمعنى البسيط هو الانقطاع عن الأكل، حاشا، هاد يعني هاد جزء بسيط من الصوم، ولكن الصوم هو الرجوع إلى الله، هو الابتعاد، هو قطع الأهواء عن القلب الإنسان وعن فكر الإنسان من خلال من سميه الجهاد الروحي. نعم. عشان يقدر الإنسان إنه يرجع للأحضان الإلهية لازم بالأول يأخذ القرار، مثل ما شفنا بالابن الشاطر، عشان هيك الكنيسة حضرتنا بالأسابيع قبل الصيام إنه يكون عندنا التواضع. فالإنسان المتواضع هو يقدر أن يشوف غلطه، والإنسان المتواضع لما بشوف غلطه بيقدر يتوب ويرجع للأحضان الإلهية، فرجع إلى ذاته. فالإنسان لما بيعرف ذاته انه هو اخطا الى ربنا، بيحاول اول شيء انه يصوم عن الخطيه، اي ان يقطع علاقته مع الخطيه مباشره، اللي احنا بنسميها الصوم. اي مداخل الخطيه للانسان هي الحواس الخمس، فبالتالي الاسباب اللي بتيجي الخطيه للانسان هي الحواس. فبيحكوا لنا الاباء في الصوم هو كيف تستطيع انت أن تبعد حواسك عن الخطية، وباستمرار ابتعاد حواسك عن أسباب الخطايا تجف الخطية في داخل قلبك، وبالتالي تموت الخطية وجذور الخطية الموجود في داخل قلب الإنسان. اللي بيثير كل هاي الحواس الخمسة، بيحكونا كنت أقرأ امبارح مزبوط للقديس غريغوريوس البلماس، نعم، اللي بيتكلم عن الهدوئية وعن لماذا يصوم الإنسان. يصوم الإنسان حقيقة حتى عن المآكل. ليش؟ لأنه الشيطان يدخل الأهواء بداخل قلب الإنسان من خلال الرغائب، الشهوات، أو بالأحرى من الطعام. بيحكي مصدر سقوط الإنسان هو شهوة البطن أو الشراهة، ومن الشراهة وحب البطن بيحكي لنا بتبلش عنده حب اللذة. من حب اللذة بصير عنده حب المقتنيات، من حب المقتنيات بصير أناني، ولأنه بصير أناني بصير صلب، بصير عند الإنسان قساوة، قساوة قلب، ولأنه بصير عنده قساوة قلب بصير عنده كبرياء وانتفاخ. فبيحكي لنا كل هاي الأمور أنت لما بتصوم عمالك ترجع إلى كما كان آدم في الفردوس، إلى أكل بسيط، وهذا الأكل البسيط ببلش تدريجيا ينقي الجسد، وبنقاوة الجسد تبدأ الروح أن تسيطر على الجسد، ويرجع الروح هي التي
تروحن الجسد، وليس الجسد أن يجعل النفس جسدية. فالصوم يحرر النفس من استعبادها للخطية، وبتحريرها تحرر الجسد من عبوديته للإرادة الشيطان أو للرغائب، الرغائب والشهوات مهما كانت، حتى يتحرر ويصير هو السيد عليها. مش مثل ما حكى الله في لقايين، قال له انتبه في خطية عمالها بتستعبدك. هون بيصير الإنسان يتحرر من استعباد الخطية ويرجع إلى حرية أبناء الله من خلال الصوم. عشان هيك الكنيسة أعطتنا أصوام كتيرة في الكنيسة. ليش؟ لأنها من حكي المسيح لما تكلم إن هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم. نعم فبالتالي الصوم والصلاة هم الجناحين اللي بتحلق فيهم النفس البشرية للأعالي السماوات إلى ملكوت السماوات. من الدور الرئيسي للصوم في قطع علاقة الإنسان مع الأهواء ومع الخطايا، ومن ثم يصبح الإنسان أن يقتني الفضيلة المعاكسة لهذه الرذيلة، حتى يوصل الإنسان من خلال جهاده الروحي إلى من نسميه اللاهوى، أي اللاشهوي. ومن اللاهوى أو اللاشهوي يصل الإنسان إلى المحبة، والمحبة هو الله. هذا جميل يا أبونا. باختصار الدور الرئيسي اللي ما بيفهمه البعض. ليش حطت الكنيسة كل هاي الصومات؟ حطت لنا أربعة وجمعة، حطت قبل كل عيد صوم، لأنه الصوم هو علاقتك مع الله من خلال بعدك عن الخطية، وتجعل إرادتك هي السيدة على الأهواء وعلى الخطية وعلى الشيطان، وهيك ترجع إلى الأحضان الإلهية وتكون ابن لله حقيقي. عشان هيك بنصحون الآباء إنه يكون في عنا فترات انقطاع عن الطعام. ليش؟ لأنه بنشوف الإنسان كل ما انقطع عن الطعام لفترات أطول، كل ما الرغبات الجنسية أو الجسدية بلشت تضعف بداخل جسده. مثلا بنشوف إذا صام كتير ببطل يحكي كتير. ليش؟ لأنه ما عنده طاقة يحكي، فبالتالي بيقولوا عنا كتير خطايا المسبات، خطايا كثرة الكلام، خطايا كتير من خطايا اللسان. كمان أمرات كتير بيكون بده يروح يعمل أي خطية من ضعف جسده، بقعد في البيت بيعمل أي شيء. حتى ضعف الجسد بيأثر إيجابيا على البعد الإنسان عن الخطية. إحنا صومنا ما بنموت الجسد أبدا ولا بنضعف الجسد أبدا، ولكن بنحرر الجسد من الشهوات، وبنحرر الجسد من استعباد الخطية إله، حتى يتحرر ويتروحن الجسد ويصير الجسد مثل ما حكى، مثل ما طلب من المسيح، أن يصبح الإنسان إله بالنعمة. بالنعمة. آمين يا آمين. أبونا، نعم يعني أتمنى. موجز مفصل عن موضوع الصوم وربطه بالعهد القديم والعهد الجديد. دكتور الصوت واطي كتير، مش عمالي بسمعك. نعم، مش عارفة هو السبب من وين، بس بنشكرك أبونا، وصباحك نور يا رب، وصوم مبارك، طول عمرك يا رب، صوم صلواتك يا مبارك رب. للجميع، يحميكم دايما. شكرا كثير لكم. آمين آمين يا أبونا، شكرا الله معك، لإلك، الله معك، شكرا، شكرا. الله معك. بعض الآباء الكهنة بعتبر هيك أوقات شوي ما بكون مع الأجهزة الإلكترونية هذه، يعني بده حدا يكون معه، لكن إذا كان الحديث واضح والإيجاز واضح، معاني روحية من أبونا أثناسيوس اللي بنشكره إنه كان معنا في هذا الصباح المبارك، وهو من النساك والرهبان الروم الأرثوذكس، وأيضا راعي كنيسة بالزرقاء، في مدينة الزرقاء، في كنيسة الروم الأرثوذكس في الزرقاء. فبنشكره على هذه الاستضافة وعلى هذه الكلام اللي يعني ينيرنا ربط آدم وحواء. يعني الوصية الأولى لربنا هي الصوم. لما ربنا ذكر أبونا باليهود، لما كان اليهود أكتر ناس بيصوموا على فكرة، يعني عندهم بالسنة 4 أشهر بيصوموا، بعدين يعني بس كان عندهم صوم كتير، يعني عندهم كثير، مناسبات. بس فترته قصيرة، نعم يعني 3 فترته أيام قصيرة، بصوموا، يعني نعم. بصوموا كثير، 6 7 مرات بس. وحتى عندنا
الشرقية كمان بتصوم صوم، يعني في كتير، في صوم العذراء وصوم الميلاد وصوم الرسل. الرسل وصوم الفطر. الفصح، نعم. وبنقطعوا الانقطاع عن الجبن وانقطاع عن اللحم، بعدين ببلشوا الصوم الكبير، المرافع اللي بسموهم، نعم. بيرفع. وجاءت كلمة المرافع مثل ما تم ذكره في الكتاب المقدس، بمثل يسوع لما قال له لماذا تلاميذك لا يصوموا مثل اليهود، يعني على عادة اليهود، وقال لهم انه العريس معاهم، ومتى يرفع العريس من بينهم يصومون. فهو ما لغى الصيام، بس هو قال لهم انه بترجعوا بتصوموا لما يرفع العريس على خشبة الصليب، واستمروا في هذه العادة. فموضوع الرفع، انه انت بتصوم لما يرفع، دايما نظرنا خلال الصوم للصليب، للسيد المسيح المتألم على الصليب، نحمل معاه كل ألامه، ألامنا وألام الدنيا وأمنياتنا، نحملها معاه على الصليب اللي تألم عليه السيد المسيح لخلاص البشرية. فالصوم هو ارتفاعنا الروحي مع السيد المسيح حتى نصلب معه ونقوم معه. مظبوط، السيد المسيح هو فدانا، وما رايد لنا انه الألم مرة أخرى، لكن بتمنى انه احنا نعيش بسعادة دائمة. لكن موضوع الصوم هو أبونا، زي ما حكى أبونا أثناسيوس، أنت لما بتصوم بتخفف حكي، بتخفف حركة، وتلتجئ إلى مخدعك، وبتصير تفكر بأمور أخرى تشغل حياتك أكثرها روحانية. ما بعرف إذا أنت بتحس بهذا الشعور. طبعا يعني بعد ما أجاز أبونا فرح من الناحية الكتابية، نعم. تطرق أبونا أثناسيوس لتسلسل نفسي منطقي يعود إلى أعماق وقدس أقداس النفس البشرية. بشرية، يعني نعم. أوجز أبونا يعني كلام، ومثل ما تفضل هو مقتبس من القديس بلاماس، هذا الانسجام المتكامل في وحدانية الشخصانية. نعم. يعني أنا كشخص أتميز عن باقي كائنات العالم كلها، عن الثدييات، عن كل المخلوقات. ربنا كإنسان في عندي هاي الأبعاد اللي سلسلها أبونا، أبونا واحد اثنين نعم. ثلاثة، اللي هي بي 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 بالعقل وبالعاطفة وبالشهوة. الشهوة اللي وداها على اللذة، واللذة اللي في منها بتودي إلى، يعني هي على فكرة هي الشهوة بحد ذاتها مش هي الغلط، هي الاستخدام الخاطئ لها، يعني عدم توجيهها في المسار اللي هي مخصص لها. يعني سواء كان الاعتدال بالأكل عكسه الشراهة، الزنا عكسه الزواج، يعني مسموح الجنس في إطار الزواج، مش نعم. مسموح بإطار خارج بصير زنا. يعني ربنا ما قالنا إنه إذا بتعمل هاي الخطية بتموت. كيف أنت بدك تعملها؟ ياما بنخطي بيكون قصدنا نصالح عالم، ياما بنخبص، إحنا بنسميها بالعامية بنقول بخبص، أنت جاي بدك تراضيهم مع بعض، خبطتهم في بعض يا زلمة، نعم. جيت تكحلها رحت عورتها. مرات كثير بنخطي أخطاء ما بنكون إحنا قاصدينها. يعني أنا قاصد جوعان، قاصد أكل. علميا بيولوجيا دكتورة، الدماغ تيوصل الأمر إني أنا شبعت بيطول شوي، فالمطلوب الواحد كل شوية كل 5 دقائق يوقف شوية يعمل شغلة، بعدين بيجي بحس حاله إنه شيء. أما إذا بضل بوكل مستمر هو سرحان. من هون بيحكوا الواحد لما يكون مهموم، لما يكون متضايق، في شارد بيكون، فبفش خلو وين في بالأكل وبالطعام. طبعا نعم. إذا تسلسل أبونا قام فيه، وهو عبارة عن كيف إحنا بالجسم، بالجيم، بالرياضة، نحكي رياضة مشان حفاظ على صحة الجسم ولياقة، نعم رياضة نعم لياقة. كذلك سمت الكنيسة الرياضة الروحية، إنه كمان مثل ما بتهتم بعضلات جسمك، ما ترهرت، ما نعم تصير كسولي، تصير خاملة. يتقرح جسمك ويضعف من المد، من النوم، ومن قلة الحركة، خصوصا مع كبار السن بنصحوهم إنه إيش يتحركوا ويمشوا. الصوم هو رياضة روحية، نعم هو تريننج، تمرين لهالعضلات الروحية. يعني لازم أنا مثل ما بهتم بالجسد، مثل ما بهتم بنظافتي الشخصية، مثل ما بهتم بصحتي الجسدية، أهتم بنظافتي الروحية وصحتي النفسية
أيضا هذا المكنون النفسي الإنسان، الفلاسفة دكتورة حكوا كثير وعقدوا الأمور وسهلوها من ناحية، ومن ناحية دخلت تشوفوا شو هالكينونة أوجز أبونا أثناسيوس وأعطى خلاصة الفلسفة اللاهوتية نعم. الروحية. زي ما تفضلتي، هو راهب وهو عاش بدير دبين فترة طويلة نعم بالطبيعة بعيدا عن نفسك الناس، نعم عن يسمع الصوت. وهذا مطلوب منا ككهنة بقانوننا بالكنيسة، إنه كل ما قبل الأعياد لازم نروح على بيت الزيارة بدابوق أو على مار شربل أو على منطقة بمعين. المهم إن نبطل بروتيننا اليومي اللي الخلوة جيب، الروحية اللي بسموها وإلا نعم بيموت الإنسان بينشف. فعلا إذا يعني العلماني يمكن اللي مش كثير فايت بالقوانين الكنسية، ممكن بالموسيقى، نعم ممكن بالطبيعة، ممكن إنه ماما خذي إجازة يومين، انزلي لحالك فيهم على البحر الميت، ما تخ ولا حدا معهم، بس انزلي هيك انقعي حالك بالشمس. قديش هذا الإشي بيأثر وبختم. مشكلتنا إحنا بالشرق خصوصا وبمنطقتنا حوض المتوسط كلها، يعني تعتبر دول عالم النامية اللي هي دول العالم الثالث، ما بيركزوا على هذا البعد زي الأوروبيين، زي الآسيويين شرق آسيا، بيهتموا بالسياحة والبعد اللي بيعطيني ثقافة وحضارة جديدة. الصوم هو مثل الترويح عن النفس، تخيلي دكتورة. الصوم هو مش أبونا، قاسي، مش عقاب، مش لا قاسي. هو مثل السيد المسيح لما صام طلع الجبل، يعني كان أقرب للطبيعة وصام بالضبط بالطبيعة. الإنسان عنده هالخلوة الروحية يبعد عن هذا الروتين مثل ما أنت مش تفضلت، حزن، اللي يعني كان مش حزن، مش عقاب الصوم. أو يرجع يفكر بحياته، يرجع ينظم حياته. فهي وجدت الكنيسة، وأنا من هذا الكلام بلاقي هو السبب ليش كل الكنائس عم بتصوم، ليش مش كل واحد يصوم لحاله او يلاقي الوقت اللي يصوم فيه. انا بقول موجود هذا خلال السنة كلها صوم النوايا، لكن الصوم الكنائس كلها، كنيسة الجامعة المقدسة الرسولية اختارت، طبعا بغض النظر عن الاختلاف التاريخ، بس اختارت زمن محدد كل الكنائس تصوم فيه، ارثوذكس وكاثوليك ولاتين وكلدان واقباط، حددت فترة زمنية محددة كل المسيحيين يصوموا فيها لتجمعهم كلهم يقدروا يصوموا. انت بتقدرش مثلا تصوم وغيرك، انت زي ما بقولوا هاي فترة كمان هي حزن، لانه فترة مشوار او طريق آلام الخلاص للبشرية من خلال الام السيد المسيح، فهي فترة حزن. اذا بتلاحظ ما فيها اعراس، ما فيها احتفالات، ما فيها عزايم، ما فيها، الكل معذور او عازر الكل، انه فترة صوم ما حدا بيعزم او ما حدا بيفرح او ما حدا بيتجوز وما حدا، الا طبعا بالحالات الخاصة والامرجنسي الطارئة. فكل الكنائس اجتمعت على هذا الهدف انها تصوم. فبتلاحظ انه كل الصلوات المكرسة، الاقوال، القراءات، حتى اللحن، الصلوات الحزينة بتلاقيها بصلواتنا وبكنائسنا، بنحكيها ببرامج النورسات كلياتها هلا في هذا الزمن، كلياتها صلوات للدعوة للتوبة والمغفرة والرجوع للنفس، حتى البرامج عم من كلها بنكثف على موضوع الصوم. فبتلاقي انه كل البيئة او المحيط يتكلم عن الصوم عشان يساعدك انك تصوم، انت مش لحالك صايم، الكل مصايم معك. فعشان هيك صامت الكنيسة بوقت واحد، يعني قريب نعم من بعض. هذا اللي بقول لك ليش تحددوا موعد نعم للصوم. نعم وموضوع التاني، موضوع الأكل حددته الكنيسة وربطت القديم في الحديث، بس هذا ما بيمنع الإنسان. مثلا أنا مدمنة مثلا على القهوة، أنا مدمنة مثلا على الشوكولاتة، أنا ما بتفرق معي قهوة وشوكولاتة، أنا بتفرق معي مثلا الفيسبوك والإنستغرام وإلى آخره، فبمنع حالي عن شغلة انه بحس انه مش عدم وجودها بحياتي عم بيكسرني، عم بيحطمني، او عم بخليني يعني بشكل ضعيف، انه مش قادرة اتخلص من هذا التعلق. فهو فترة الصوم انك انت تتخلص من الاشياء اللي متعلق فيها، اللي مش مدمن عليها. في ناس اكل وشرب وطبخ ونفخ، نعم يعني هلا صارت الصوم كتير سهل، صاروا يعملوا نعم الحلويات بلا زبدة ولا كذا، ما شاء الله وصفاتنا المطبخ يعني كاملة، كل الأكلات من دون لحوم، حتى لاقوا لحوم صناعية مثل اللي بقول لك
اللحم الصناعية كل نعم مثلا موجودة، بتقدر تستعيض عنها كذا. حتى صارت المخابز عندنا، يعني شوف لوين لهي الدرجة، صار يحطوا لك مثلا انه هذا كعك صيامي صيامي مش موجود فيه زبدة وحليب، او هذا الخبز مش موجود فيه زبدة وحليب. يعني وصلت لحد هذا المرحلة هاي، انه من التفاصيل اللي بنهتم فيها ومش مهتمين بالجوهر، ضيعنا الجوهر نعم من صحيح خلال هاي التفاصيل صحيح. ابونا. دكتورة، في شغلة بعد إذنك إذا بتسمحي لي، في بعض المفاهيم الخاطئة لازم بحياتنا الروحية نصلحهم. خطر على بالي إنه هالمقولة هيك، لو حضرتك بتحكي يعني أعطيتيني هيك إضاءة على موضوع إنه ليس كل منع هو عقاب، إنما قد يكون علاج. نعم. زي لما نمنع أولادنا عن إشي بفكروا عقاب، أخذتي منه الموبايل، بس هو علاج عشان نظره، ضبط عشان النفس ضبط النهر، عشان وصحيا. صحيا، نعم. على هيك. فليس كل امتناع بالصوم هو إنه ألم، نعم. لأنه استطاع السيد المسيح أن يقول أو يجعل ويعيش أن ليس شرط كل ألم هو حزن. وأعطى مثال على ألم الامرأة عندما تنجب الطفل، وقال إنه هذا الألم المقدس. فإذا أحيانا كثير إحنا بنستعد للفصح وإحنا بنستعد للآلام، إنه لا يعني ما يكون زي ما تفضلتي أنت. يعني هي شافت الكنيسة هيك الأجواء وحطت هاي الأجواء، فعلا المحيط زي ما تفضلتي هو كله بخلق هذا الحزن. بس الإنسان الروحاني إذا بتعلم من يسوع أن يجمع الفرح مع الألم، حتى بصير لما يودع أهله، لما يودع الناس اللي بحبهم ينتقلوا للحياة الأبدية، بيعيش اختبار خاص إنه هذا الألم، خبرة الألم اللي حكى عنها الشماس المرة الماضية اليسوعي، نعم. عن إنه هو كيف كشف وكانت لديه خبرة ألم، نعم. وصلته لمجد. هذا الألم قديش كان قاسي في وقتها، ولكن نستطيع بحياتنا حتى الآلام البسيطة اللي متحملها مع أولادنا وتعبنا عليهم، لما تشوفيهم متجوزون، تشوفي أولادهم تنسي كل عمرك، فكرتي بتعبك مع أولادك كل هالسنين، قديش ضحيتي تجيبي وتودي. هلا وقتك كل ما بتكبر بصير وقتك إلك، بتصير في خصوص، وبتشوفي هالزرعة هالنبتة اللي حطيتيها، أنت نفسك تقعدي تحت فيتها وتمسك أولادهم. تخيلي، هذا هو نعم. الألم المقدس الذي يقود إلى المجد. والصوم أنا ما بعتبره حزن، يعني بعتبره أنه نعم يعني للمجد. عشان هيك ابونا احنا بنلبس البيربل بالكنيسة اللاتين. اذا بتلاحظ الناس بتقولك انه ليش بتغيروا الالوان نعم مزبوط بالليتورجيا الكنائس اللاتين. نعم بالزمن الاربعيني، الصوم الاربعيني، بيغيروا على اللون ليلك، عشان هيك لابسه انا اليوم ليلك. الله والزمن يقويك يا رب. الفرح بيكون ابيض مدهب، واعياد السيدية بيكون مثلا اللون الاحمر كمان، والزمن العادي اللون الاخضر. ففي حتى تدرج في الكنيسة الالوان الشرقية كمان، دكتورة، حتى كمان الأرثوذكس نفس الشيء. والكاثوليك مش نفس الألوان، بس عندهم استخدامات نعم. أقل عددا. عند الكنيسة الغربية الألوان أكثر، بكنيستنا محددين، يعني أحد شعانين أخضر، في الأبيض بالفصح بالحزن، كمان النهدي بالبسولة، يعني في بدلة للعزاء لونها نهدي. نهدي هو للحزن، بالضبط. فعشان فموجود هيك حكيت انه بزمن حزن نعم فالاهتمام بالجسد وماذا يأكل وماذا يشرب. يعني في مقولة بقول لك انه جاء يسوع حكى انه اجا يوحنا لا لا يأكل ولا يأكل يشرب. ولا يشرب وما عجبكم وحكيتوا عليه، واجا ابن الانسان يأكل ويشرب ويقول لك ماذا، فما عجب، بقول لك ايش زمرنا ما ما زقفتوا ونوحنا ما ما لطمتوا. طبلت فهذا موضوع الاكل والشرب دائما هاجس الانسان، ماذا ياكل وماذا يشرب. انا الاوان نطلع على الافق البعيد وندخل الى العمق، وليس كل ما ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، فهذا كمان كلام السيد المسيح. فاحنا كتير مبسوطين ابونا على هذا العمق في الحديث من ابونا فرح حجازي، من ابونا اثناسيوس، ومن حضرتك الله يخليك. نتحدث على الصوم، وان شاء الله يا ربي نكون قدرنا نوصل موضوع الصوم ومعنى الصوم ومن اين جاء الصوم وكيف نصوم وكيف ناكل ومين حدد لنا ليش ناكل وشو نشرب، وايضا جاوبنا على الاسئله اللي طرحت انه المسيح صام عنا، لماذا نحن نصوم وخلصنا من الخطيئه
وإحنا مخلصين، فلماذا نرجع نعيد التاريخ ونصوم؟ وأيضا جاوبنا على أسئلة اختلاف التواريخ الكنسية بالصوم الكاثوليكي الغربي الشرقي، وأيضا أجبنا أبونا أثناسيوس إنه الإنسان اللي بيشغل نفسه بالأكل والشرب إنه مش هذه الحقيقة، والصوم أعمق، الصوم مربوط بالرحمة، الصوم مربوط بربط اللسان، فلما أنا بربط معدتي وبتحكم فيها بقدر أتحكم في فكري وعقلي ولساني، فهذا هو معنى الصوم الحقيقي. هلا شو بدك تاكل، شو بدك تشرب، هذا برجع لإلك، بدك تمشي حسب ما قالته الكنيسة، هي عملية تنظيمية، حددت التواريخ عملية أيضا تنظيمية عشان تجعل البيئة ملائمة إلك يا إنسان، إنك أنت تصوم مثلك مثل الغيرك، مش أنت بالضبط. صايم والعرس عند جيرانك مش عارف كيف أنت تصوم ولا بدك تاكل ولا ما تاكل، فهذه كمان عم بتساعد الكنيسة الإنسان عشان تسهل له مثل موضوع قواعد الصوم. اللغة دكتور، نعم، مثل القواعد. وأيضا كمان الزمن، يعني كانوا يصوموا لغياب الشمس، بعدين حددوا للساعة 3، وبعدين حددوا للساعة 12، وأيضا يوم الجمعة الحزينة بقول لك مثلا الطقس الغربي، أهم إشي الصيام، لو ما صمته كله أهم إشي تصوم 4 الرماد والجمعة الحزينة، إنك تصوم صوم وانقطاع كامل، فيعني عم بتحاول تسهل، لكن هذا التسهيل في الكنيسة أوقات صار يحسب عليها إنه هذا انفلات، يعني بطل لا الناس تصوم ولا تربط حالها يعني كمان بصوم يناسب إرادتها، خلص بعدت عن موضوع الصوم، أنا بصوم خلص بعمل أعمال الرحمة وما بدي أصوم. الصوم هي إماتة، الإنسان لما بيطلب طلب من ربنا بيصلي له، لكن إذا صام بيكون صلاته مسموعة أكثر، وشواهد كثيرة في الكتاب المقدس بتحكي عن هذا الحكي، زي ما ذكرنا يونان، الشعب وقت النبي يونان الشعب لما قال لهم راح تنقلب المدينة 40 يوم، صاموا من دون ما حدا يطلب منهم، ما حدا، كان شعور الناس انه لما هن بيكونوا بحاجة انه تتلبى طلباتهم من ربنا ويصير صوتهم مسموع عند الله انهم يصوموا من دون ما حدا يطلب، بالضبط. فيسوع المسيح طلب منا انه نصوم، ما حدا يقول انه ما طلب، نعم بصومه هو كان هو عبرة، هو ما صام عشان حاله، صام عشاننا وعشان تكون عبرة احنا نصوم، فهذه الإجابة انه السيد المسيح صام عنا واحنا مش بحاجة للصوم، هذا كلام غير سليم بعتقد. والحواس لما حكى ابونا اثناوس عن موضوع الحواس، ضبط بالصوم تضبط حواسك، اذا القوة الشهوانية والقوة العقلية والقوة الروحية. واحنا بنشكر كل اللي تابعونا وكل اللي كانوا معنا على البث المباشر، دقائق وننتهي من برنامجنا ونرجع للاستوديو في بيروت اللي بنحييهم، بنحيي كل الكادر اللي كان معنا بالأردن ومن بيروت لنقل هذه الحلقة. بنشكر أبونا فرح حجازين من كنيسة اللاتين، وأبونا أثنايس من كنيسة الروم الأرثوذكس، وأبونا جورج شرايحة من كنيسة الروم الكاثوليك، وتحدثنا عن الصوم، صوم الجسد وصوم النفس. فأبونا نختم نعم ببركة نعم وننطلق بسلام وفرح المسيح، وكل عام وأنتم بخير. نعم ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس مع جميعكم، اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله، إلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله. آمين.